السلام عليكم. مدينة فاس بكل صراحة فقدت ثقة في جميع الأحزاب، فقدت ثقة في الناس وخصوصا في الأحزاب اللي شدت العمودية كحزب الاستقلال وكحزب العدالة والتنمية، اللي ما قدموش الإضافة واللي ما وفقوش اللي ما وفروش ديك البرنامج الانتخابي ما طبقوش على أرض الواقع. حان وقت التغيير وحان وقت هاد الناس هادي وضعوا السوارت ومشي بحالاتهم، لأن ما غطاش مدينة فاس بالعكس غرقوها جميع المجالات. هناك تهميش، هناك إقصاء. مدينة فاس كتعيش واحد الركود اقتصادي رهيب، مرافق ما كايناش، مصانع اللي يخدموا الشباب ما كايناش، تهميش جميع الأصعدة. كنتمناو من الناس ديال مدينة فاس، الرجال ديال مدينة فاس اللي كيعرفوا القيمة ديال المواطن الفاسي، ينقذوا هاد المدينة هادي ويخدموا، راه مدينة فاس راه كتغرق. كنتمناو من الأحزاب اللي شدوا العمودية وما عطاوش داك الشيء اللي كان مطلوب منهم، حطوا السويتات ويمشيو. راه حشوم على العدالة والتنمية كيتساراو دابا، على الاستقلال كيتساراو بأي وجه وبأي وجه يتلقاو المواطن الفاسي. راه حشومة وعيب وعار. كنت من 90 لهنايا مدينة فاس حدث ولا حرج. نقول لك اخويا السي العمده شكرا جزاك الله خيرا. حنا هنا فين غنطبقوا عليك واحد المثل ديال اللي تيقول شنو خصك العريان، قال له خويا تما مولاي، الا غادي تقول لنا بان الباركينغ، واش قلبتي الجيب ديال المواطن الفاسي؟ واش خدمتي الجيب ديال المواطن الفاسي؟ فاسا كاملين مخير فيهم اللي ازيد 15 سنه ما خدم ما جاب درهم لدارهم، زدتي جبتي شركه اللي غنقولوا لك الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق. فاس 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 اللي غادي تقول مدينه ذكيه، باش ذكيه؟ ذكيه واش بالطرقه المحفرين؟ واش بالامياه اللي كتجري ملي كتصب الشتاء؟ المخير فينا كيف زك صباطو؟ المخير فينا الطرقه المحفره؟ المخير فينا قتلتو الرصيف؟ الرصيف حبستوه، كان المواطن كيهبط حتى للرصيف باش يدخل عند الجار يتقدى منهم، حبسوه رديتوه في باب جديد اللي كل شهر من الرصيف. ها انتوما طلعتوا الباب بوجلود، ها انتوما